أحباب الحميم وما حدود جديدة بعنوان القرض الذكي. كان يا مكان وما يحلى الكلام إلا بالصلاة على النبي عدنان. في إحدى الغابات كان هناك قرد يحكم القرود جميعهم، وكانوا ينعمون في عهده بحياة سعيدة. كان يعم بينهم الأمان والاستقرار، وكان ذلك القرد حكيما ومحبوبا من قبل الآخرين بدرجة كبيرة. وفي يوم من الأيام قدم قرد من مكان آخر، واستطاع السيطرة على معظم أفراد مثل القرود، واستطاع بهم الاستيلاء على حكم القرد الحكيم. عندما رأى القرد الحكيم مدى سوء معاملة قومه بعد كل ما قدمه لهم، رأى أنه ليس من الحكمة تضييع ثانية واحدة بعد من عمره لأجل قوم لا يستحقون. حمل نفسه وذهب بعيدا بعيدا للغابة. سكن بشجرة على ضفاف النهر، وكانت شجرة مليئة بالتين الشهي اللذيذ. وبيوم من الأيام سقطت تينة جميلة وكبيرة للغاية من أعلى الشجرة، فأعجب القرد كثيرا بالصوت الذي أصدرته هذه التينة أثناء سقوطها، فشرع في إلقاء العديد من التين في النهر حتى يستمتع مجددا بنفس الصوت الذي أعجبه كثيرا. كانت في هذه الأثناء هناك سلحفاة تسبح في النهر، فأغلت كل التين الذي ألقي إليها ظنا منها بأن القرد قد ألقاه إليها. أحبت القرد كثيرا ورغب بمصادقته. بالفعل خرجت من المياه وصادقت القرد، فأصبحت تجلس معه كثيرا، حتى أنها في أحيان كثيرة تنسى الوقت وقيمته عندما تكون بصحبة القرد الحكيم صديقها. فكانت تتأخر كثيرا على زوجها وابنها الوحيد، وذلك الأمر جعل زوجها تستاء حالته كثيرا من تصرفاتها. وبيوم من الأيام شكى زوج السلحفاة لأحد أصدقائه أفعال زوجته، فأشار إليه صديقه بخطة ماكرة بطريقة تجعل السلحفاة تقلع عن صديقها القرد نهائيا. أخبره أن يدعي بأن ابنهما مريض للغاية، وأن علاجه يستلزم قلب قرد، وإن لم يؤتى له بقلب قرد فارق الحياة. عندما جاءت زوجته وجدت ابنها مريض، فأخبرها زوجها بالحيلة، فانطوت عليها فأصبحت في حيرة وبين نارين، نار معاهدتها بالوفاء لصديقها القرد، ونار فقدانها الابن الوحيد. ماذا تفعل؟ قررت النهاية الذهاب القرد وقتله وأخذ قلبه لإحياء صغيرها الوحيد به. وأول ما وصلت دعت القرد الحكيم أن يذهب معها لمنزلها. وفي منتصف الطريق بعدما جعلته على ظهرها وتعبر به مياه النهر، أخبرتهم أن ابنها مريض ويريد الطبيب قلب قرد. فقال لها القرد: ولما لم تخبرني؟ نحن القرود عندما نقبل على السفر نترك قلبنا بالمنزل أو عند أحد أقاربنا. السلحفاة: ولما لم تخبرني بذلك أنت؟ القرد: أنت لم تسأليني، ولكن هيا نعود ونحضره. وبالفعل عاد وتسلق الشجرة وأبى أن ينزل، وبالتالي أدركت السلحفاة أنه قام بخداعها كما خدعته وأرادت قلبه وتتوته خلصت الحدوتة.